أهلا بكم معنا في تواصل دوت كوم. مشاهدينا الأعزاء، مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالأخبار والأحداث التي انتقينا لكم منها مجموعة من الأخبار التي يتناولها مرتدو وسائل التواصل الاجتماعي في العراق. البداية ستكون مع حزب الدعوة ومنه عامر الخزاعي. عامر الخزاعي مشاهدينا يتحدث ويؤكد أن منصب رئيس الوزراء لم يخرج عن أيديهم في الحزب. بعد ذلك سنتجه إلى وزارة الكهرباء في بغداد. ماذا فعلت الوزارة؟ فصلت موظفي العقود الذين تظاهروا للمطالبة بتثبيتهم على بنت الملاك الدائم. من ثم سنذهب بعد ذلك إلى البصرة التي تعيش حاليا للأسف على وقع الأمراض والكوارث في ظل ازدياد عدد المصابين من أهلها بالسرطان. أما الختام سيكون من الأحواز، وهناك حالة غضب شعبية ضد نظام الملالي. عامر الخزاعي القيادي في حزب الدعوة يظهر في مقطع مصور متحدثا عن منصب رئيس الوزراء. وأيضا أجاوبك إجابة مباشرة، نعم سيحتفظ حزب الدعوة برئاسة الوزراء. احتاج أوصيكم شباب، ها خل فيسبوك هسه راح يشتغل. واثق الخطوة إلى نديم الجابري الآن، وهو برلماني سابق، يقول إن هناك أطرافاً عبر الهاتف تتواصل مع كتل برلمانية داخل البرلمان وتطلب منها التصويت بالرفض أو الإيجاب. قادة الأحزاب صاروا يلجؤون إلى ترشيح شخصيات غير قوية، يعني إما ضعيفة أو صاحبة ولاء مطلق لي رئيس الحزب. لكن اليوم بحيث ما نشوف اكو شروط حتى يكون اكو، ولذلك قيل ان البرلمان يدار عبر الهاتف. سمعتيها هاي العبارة تكررت كثيرا. نعم. باعتبار اكو 7 شخصيات 8 شخصيات بالهاتف، يا كتلة صوتوا كذا، يا كتلة اطلعوا من القاعة، يا كتلة لا تصوتون هنا. هذا يجعل يشوه وظيفة النائب، يصبح النائب نائب عن حزب مو نائب عن شعب. ولذلك كان الأداء السياسي للنواب ليس بالمستوى المطلوب. إلى أحد المواطنين الآن ويتحدث عن مرشحين يسعون إلى شراء أصوات الفقراء، الصوت الواحد ب100,000 دينار عراقي. السلام عليكم أخوان، شوفوا بالعمل ناس كسبة وفقرة، كفيكم الله نشتغل ناكل نقعد نقتل الجوع. اجانا واحد فاسد ابن فاسد جايب قوائم خدمين ان القوائم فقد على كل نفر 100,000 دينار من عائلتك. يعني شافونا ناس فقرة وناس على قد حالنا يغرونا بالفلوس، بس هاي السالفة ما تفيدكم، هاي قوائمكم وراح افضحكم فضيحة واكتر وراكم وين ما تروحون. انا كاسب عامل اشتغل بالماي اسس ماي وهاي باع قوائمهم، وان شاء الله راح انشر اسماء اللي وزعوا القوائم والمرشحين، وخلنا مفوضيه الانتخابات تتابع هاي القضيه. يا تشوف الفساد طلبنا فرقت النفر 100,000 دينار ويحلف واحلف عليه من احلف، يعني انت ضايقني صار لك عمر وهسه جاي وفلوسك وفلوسك تحلف وفلوسي اللي احلف. والله لا يعطيكم ضربه والله لا يستر على كل واحد. هاي قوائمهم، شوفوا الكلاب اولاد الكلاب باع قوائمهم اجانا 12 شهر. لا هاي خيرون ما يستاهلون تلفظ عليهم وتشالفهم. رحم الله والديك محمد، الله كثر امثالك حبيبي. الى موضوع اخر الان، الصور التي سترونها هي عباره عن قرارات صادره عن وزارة الكهرباء في بغداد، ستظهر الآن أمامكم هذه الصور. في هذه الصور ينص بند أو ينص محتوى هذه البيانات على الاستغناء عن خدمات 90 موظفا بذريعة غيابهم. غابوا متى؟ غابوا يوم 28 من الشهر السابق، وهو اليوم الذي قاموا به بمظاهرة الآن إلى جانب من الوقفة الاحتجاجية التي خرج فيها موظفو العقود، نتابعها سويا. جاي موجود. ولاد
ساعات اجل. ليش نازلين بالسيارة عجبهم؟ يلا يلا عادي عادي. عادي ما عندنا شيء. ما مشكلة. وصلنا ان شاء الله. هؤلاء الموظفون على بند العقود خرجوا يوم 28 من الشهر الماضي للمطالبة بحقهم وتثبيتهم على بند الملاك الدائم، ليفاجأوا بصدور قرار فصلهم والاستغناء عن خدماتهم لغيابهم يوم 28 من الشهر الماضي، وهو اليوم الذي نفذوا فيه هذه الوقفة الاحتجاجية التي شاهدتم. ونعرض عليكم الآن مقطعا آخر من ذات الوقفة الاحتجاجية. خرجوا ليطلبوا حقهم فانتزع منهم الحق بأكمله. إلى الموضوع الآخر وهو الخبر الثالث. الآن إلى البصرة، شهدوا واقع أطفالها وكيف يعيشون فيها حاليا والمخاطر التي ربما تنجم عن الواقع البيئي الحالي الذي تعيشه المحافظة. السلام عليكم أخواننا الأعزاء، احنا اليوم كصحفيين في تغطية صحفية لمنطقة الجبيلة وتحديدا مقابل مدرسة الصحابة الابتدائية البيني. هذه المدرسة، شوفوا شنو مقابل هذه المدرسة، هذا النهر موجود. راح تلاحظون الطلاب المدارس أغلبهم في هذه المنطقة لديهم معاناة بسبب النفايات المنتشرة، وهذا الشارع تلاحظون وضع النفايات اللي موجودة والمياه الآشنة. هذا واقع الحال، شفتوا بعينكم هذا واقع الحال. فما اعرف عمو تفضل شو تريد تحكي؟ عمو يعني باع هذول هذا الشارع، هم قالوا جاوا يعني كل الدولات وزعونا لفوت هذول الاشياء في البرد. انا عمو اذا بيهم خير الحكومه خرجوني يسحبون هاي المجاري، ثانيه خرجوني يبلطون الشوارع. يعني هسه اللي يقول هسه اللي يدخل غير الدوله يقول هسه شنو الدوله ما يعدونا في دولاتنا. هذا واقع. شكرا عمو. شوف هذا المواطن على براءة تتحدث، براءة الطفولة، تحدثوا عن مشاكلهم ومعاناتهم في هذه المنطقة ولاحظتم هذا واقع الحال اللي موجود بمنطقة الجبيلة ودور الهندية تحديدا. الآن إلى شاب آخر يظهر بمقطع مسجل ويتحدث عن الأمراض المنتشرة في محافظة البصرة. السلام عليكم أخواني، شلونكم؟ زين إن شاء الله. اليوم عندي موضوع كلش مهم جدا طبعا وخطر يخص حياة الناس. الكثير يتساءلون عن سبب كثرة أمراض السرطان والإصابات بالبصرة بين الشباب والأطفال والنساء. أسباب طبعا كثيرة ما نقدر نعددها، نخليها للمختصين، بس للأسف أي حلول ما جاي توضع الحكومة، أي مراكز تخص علاج هذا المرض الخطير ماكو عندنا بالبصرة. حتى المراكز اللي عندنا تستغيث ماكو دواء، ماكو علاج، ماكو جرعات. للأسف الشديد أسباب السرطان بالبصرة كثيرة، يعني هذا أحد أسباب السرطان في البصرة. محطة غاز النجيبية، محطة الكهرباء الغازية النجيبية تحرق الغاز مالها بنص المواطنين. يعني هذا شارع أنا زعيت فوت منانة المواطنين، محل سكناهم قريب ما يبعد 500 متر عن هذا المكان، منانة منطقة الجزيرة والفيحاء ومنانة هاي منطقة 500 والمعقل والسكك، كلش قريبة جدا. يعني أكو هيك شيء بدول العالم؟ لا محافظ يطلع يحكي، لا وزير الكهرباء يطلع يحكي، لا يطلع رئيس الوزراء يعالج هاي القضية، لا يسوون مراكز طبية للعلاج السرطان متطورة نفس العالم. احنا يعني محافظة نفطية شنو ذنبنا؟ هاي البصرة ايش تحرق الاموال وهاي حالة كلها ماكو خدمات وماكو اعمار وطايحة براس المواطن البصري اللي جاي يتحمل هاي السموم للأسف الشديد. إلى شكل آخر من أشكال المعاناة في البصرة أيضا، للأسف في العراق الذي يضرب المثل به في الكرم والجود، أطفال في البصرة يأكلون من فضلات القمامة على قارعة الطريق. أي والله
زوم زوم. رحم الله الفاروق عمر. الآن إلى الأحواز، تعالوا نشاهد هذا المقطع المصور معا قبل أن نتحاول وإياكم إلى تويتر. نشاهد. الأحواز تنتفض إذن لليوم الرابع على التوالي، وعلى ما يبدو أن التظاهرات بازدياد وتستمر وتزيد شعلتها من يوم في إثر الآخر. لماذا؟ لأن نظام الملالي هناك، القوات الإيرانية الأمنية تشدد من قمعها وتواصل قمعها المدنيين من الأحواز الرافضين للهيمنة الإيرانية على شعبهم. نذهب الآن إلى التغريدات التي نشطت على هاشتاغ الأحواز تنتفض. في التغريدة الأولى نقرأ ما كتبه محمد مجيد الأحوازي، كتب يقول: شعب عظيم وقف بكل شموخ في وجه خامنئي ونظامه الإجرامي. إذن الشعب الأحوازي بات مدركا تماما أن نظام الملالي لا يحمل الخير للمنطقة بأكملها بما فيها للشعب الأحوازي، ويصفون من يعدون أنفسهم قادة للمجتمع الإيراني يصفونهم بالمجرمين كما شاهدتم في التغريدة السابقة. إلى تغريدة ثانية الآن، معاذ يكتب: الأحواز عربية كانت وما زالت وستظل، وسيحررها أهلها الأصليون من حكم الملالي بإذن الله. معاذ يؤكد على عروبية الأحواز وأن أهلها يرفضون الاحتلال الإيراني لها، ويرفضون كل أشكال القمع التي تمارسها القوات الأمنية الإيرانية. إلى تغريدة ثالثة، ونقرأ ما كتبه محسن الصيعري، يقول: أن الأوان أن تدرج الجامعة العربية أرض الأحواز العربية ضمن مسؤولياتها كأرض عربية محتلة، مثلها مثل أرض فلسطين. محسن هنا يقول: ليست فلسطين هي الأرض العربية المحتلة وحدها، وإنما تشاركها الاحتلال أرض عربية أخرى هي الأحواز التي يحتلها النظام الإيراني. إلى التغريدة الأخيرة الآن التي نشطت على هاشتاغ الأحواز تنتفض، وكتبها أحمد مشعل الوجعان، يقول: جميع موارد إيران النفطية والمائية والزراعية من أرض الأحواز العربية. الأحواز تنتفض. كان هذا هو الهاشتاغ الذي نشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما في تويتر مؤخرا. الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة آراءكم. عن العادات البالية والخاطئة التي ترتد بالمجتمعات إلى الخلف وتكرس الجهالة بين العامة، شاهدوا الآن هذه الصور التي ستظهر تباعاً أمامكم. في هذه الصورة عمود حديدي يعني تحيط به بعض الرايات الخضراء للأسف، في مشهد يكرس الجهالة بين العامة. كيف لعمود حديدي في أحد الشوارع بمحافظة الديوانية جنوب العراق
كيف أصبح الناس يتباركون فيه للأسف في مظاهر ما أنزل الله بها من سلطان ولا تموت للمشاعر الإسلامية بأدنى صلة. الآن قراءة في التعليقات التي جاءت تعقيباً على هذه الصور التي شاهدتم. في التعليق الأول نقرأ ما كتبه حكمة مصطفى الذي يقول: هذا التخلف والتجهيل هو ما تريده الأحزاب الدينية الحاكمة، وعي الناس يسقطها. حكمة يقول: إنه من صالح النظام الحاكم في العراق اليوم أن يظل المجتمع مغيباً وجاهلاً، لذلك هم يكرهون أن تنتشر حالة من الوعي بين أبناء العراق على امتداد الخريطة العراقية. إلى تعليق جديد تعقيباً على العمود الذي يتبارك به بعض الأهالي هناك في الديوانية للأسف، على حمزة يقول: اتقوا الله، لذلك صرنا مهزلة يوم التيل ويوم الكروبة، يوم التيل ويوم القروبة، هذا جهل بعينه، استغفر الله العلي العظيم. على يؤكد أن هذا ضرب من ضروب الجهالة ولا يمت للدين الإسلامي بصلة، ويدعو من للأسف يتباركون قرب هذا العمود الحديدي الذي لا يرمز لأي شيء، يدعوهم لتقوى الله وألا يعودوا إلى أفكار بالية جاء الإسلام لردمها وهدمها لا إلى تعزيزها. إلى تعليق جديد، أمير العتابي يكتب: وين رايح يوصل بينا الجهل؟ بس المنشور غلط. أول شيء راية قديمة ملفوفة على التيل سويتو سيد ويشور. أمير يقول: هذا ما هو إلا عمود حديدي، كيف تجعلونه يعني مرقدا أو رمزا مباركا أو إشارة إلى أحد الأولياء إن صحت التسمية؟ يقول: إن مثل هذه الأفكار لا تصح، وما هي إلا ارتدادة إلى زمن الجهالة. إلى التعليق الأخير الآن، في هذا التعليق نقرأ ما كتبته بتول علي التي قالت: زين هسا لو فد مرة ينظفون السيد، ليش يما نفايات؟ بتول تقول: إذا كان هذا يعني يعكس فكرة أنه رمز ديني، لماذا حوله تكثر القاذورات والنفايات؟ أيها الناس انتبهوا وافهموا وعوا أنه ليس مرقدا وليس رمزا دينيا وليس مكانا لأخذ البركة، وإنما هو مجرد عمود حديدي. الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. السؤال القديم الجديد الذي كثر تداوله في البيت العراقي، في الجامعة العراقية، في الشارع العراقي، في كل مكان في العراق الحبيب: إلى أين يذهب العراق بعد 15 عاماً من الغزو الأمريكي؟ دعونا نتابع. We'll be right back.
إلى موضوع آخر، هل تصدقونني لو أخبرتكم أن الأطباء اكتشفوا مؤخراً عضواً جديداً في جسم الإنسان؟ تعالوا نتابع معاً. علم الإنسان ما لم يعلم إلى إعجاز وإبداع مختلف. السماء ستمطر ألماسا على بعض الكواكب، لكن ليس على كوكب الأرض بالتأكيد. هذا العالم ممتلئ بالأعاجيب، نتمنى أن تكون أعاجيب تعود على الإنسانية بالنفع وديمومة الاستقرار. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم تواصل دوت كوم. ألتقيكم لاحقا على خير، إلى اللقاء.